السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا والله. هذا بس اليوم اعرفكم شو على التين هذا، ترى شوفوا حجمه ما شاء الله كبير مره. هذا التين اسمه كادوتا اصفر، انتاجه جميل، وهي شجره يعني من الاشجار اللي تعتبر غزيره الانتاج، وايضا طعم لذيذ جدا، وايضا هو من النباتات او من انواع التين اللي تستخدم للتجفيف، من افضل انواع التين للتجفيف. فهو نوع من انواع التين، والتين زي ما انتم عارفين انواع كثيره، ولكن هذا نوع منه اسمه الكادوتا الاصفر، في احمر منه برضه، لكن هذا هو الافضل. الانتاجيه حبته كبيره جدا ما شاء الله تبارك الله، متحمل زي التين الاخر، ربما انا بس ملاحظ عليه انه يحتاج تقنين ري اكثر من التين العادي، انما انتاجه جميل جدا، والشجره يعني ما شاء الله هي مش كثيفه الاوراق، اوراقها صغيره شوي، يعني زي ما انتم شايفين هذا الشكل الورقه، ما عندها ذاك، مش زي التين السوري الاصفر او البراون التركي، هي اخف تمددات واخف اوراق. انتاجه جيد بالنسبه عندي، انا ما اهتميت فيه الفتره اللي فاتت كلها مشغول، فعنده نقص، ولكن مع النقص هو معطينا عطاء جيد. هذا شكل الورقه عشان نتعرف عليه، وعشان نتعرف اكثر برضه نقرب هنا لل هذا الاسباني الاسود، عشان تشوفوا الاسباني الاسود، بس نقارن لكم بين اشكال الورق. الاسباني الاسود هذا قليل الانتاج، وحبته صغيره جدا. هذا الكادوتا ثمره كبيره كبيره ومرضيه. اللي لحد الان انا اشوف انه هذا التين اللي انتم تعرفون، هذا التين الاصفر السوري الاصفر، هذا انتاجه غزير جدا بالغزاره، ما يقارن بالكادوتا، هو اكثر تحمل، لانه شوف الحراره تاثر على الكادوتا اكثر من التين الاصفر. فالتين الاصفر انتم عارفينه، وانا صورته لكم اكثر من مره، كلها الافرع هذيك برضه زي ما انتم شايفين، كل الافرع ما شاء الله تبارك الله مليانه ثمار. فروقات الاوراق هذه، هذا الاصفر السوري، وهذا الكادوتا طريقة الورقة، أيضا هذه نقدر نقول عليها الأسباني الأسود. الكينج ديزرت هذاك بس لسه ما أعطانا الثمر بشكل جيد، لسه الثمر صغير، لكن هو عنده الميزة اللي تدل عليها أكثر، السماكة حامل الورقة، سميك جدا. الورقة هذه هي شكلها، ترى الغبرة شغالة عندنا اليومين هذه بالقصيم، والله يكون بالعون. فهذا هو هذا الكينج ديزرت مغربي من انواع التين. هذه بس شويه مقارنات علشان نتعرف على بعض انواع التين. طبعا التين انتم عارفين انه اعداده هائله جدا وانواعها هائله جدا، فقط نتعرف على الانواع الموجوده عندي بعضها. مع السلامه.